تاريخ الأمة الجزائرية. تدخل هذه الحلقة من حلقات تثمين والتعريف بتاريخ الشرطة اليوم بغليزان، مرحلة من مراحل برنامج المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الخصوص تحت إشرافي وتوجيه السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، وهي حلقة تظهر مدى التطور الذي أصبحت عليه الشرطة الجزائرية، وكذا نوعية العلاقة بين الشرطة الجزائرية والمواطن الجزائري، والأسس المبنية عليها الشرطة الجزائرية عبر الزمن. متحف أيضا مفتوح إلى شرائح المجتمع يوميا، يوم الأحد إلى يوم الخميس من 9 صباحا إلى 4 مساء، وكل ما يوجد به هو في متناول الباحثين والدارسين وحتى المواطنين العاديين اللي يحبوا يزوروا المتحف، حتى أبنائنا في برنامج بتنسيق مع وزارة التربية وكذلك مع مختلف الشركاء من أجل تنظيم زيارات دورية إلى المتحف المركزي للشرطة من كل مناطق الوطن.